شيء صراحة فيها، والثقة دي بحسها انها لازم تكون في اي علاقة صداقة بين اتنين. طب انا يعني مرة قريت عن ارسطو كان بيتكلم عن الصداقة وصراحة عمل مفاهيم مرة كثير، بس في كده جملة كانت ترنح عقلي عن يعني مفهومه للصداقة وهو كيف يفكر فيها. هو ايش قال بالمقولة؟ فليسوف من الحكماء والفلاسفة، عشان برضو اللي ما يعرفش مين ارسطو طبعا ايه بنديهم معلومات عنه. يلا قولنا بقى كنت ايه اللي سمعتها ارسطو اتكلم ايه في الصداقة؟ كنت اقول ان ارسطو كان يتكلم عن الصداقة واهميتها بين الناس وكده، وهو شوف بيفكر في الصداقة انها ايش، يقول متى حب الناس بعضهم البعض لم تعد حاجة الى العدل، غير انهم مهما عدلوا فانهم لا غنى لهم عن الصداقة، وان اعدل ما وجد في الدنيا بلا جدال هو العدل الذي يستمد من المحبة والعطف. بيتكلم يعني هو قارن الصداقة بالعدل، يعني ده يساوي ده، لانه انت عمرك ما هتظلم شخص انت تحبه وتعزه وبينك وبينه حلوة ومرة، فحيكون في عدل اجباري. كل الناس لو تصادقوا وحبوا بعض حيكون في اللي هي الجزئية دي اللي هي جزئية العدل، ما حيكون في ظلم. فأنا حبيت صراحة يعني توصيفه للجزئية في الصداقة أهميتها أصلا في المجتمع. عرفت برضو يسولها إيه؟ قالك لازم تفهم إن الصداقة دي لازم تكون مبنية على شوية مشاعر. قالك المشاعر دي بتكون تشابه في الأزواج وعلى عشرة، لازم يكون في عشرة كويسة، وكمان المشاركة لازم يشاركوا بعض، حاجة اسمها المشاركة الود والمشاركة، ولازم يكون برضو يعني عاوز تركز على الكرم، الكرم وان انت دايما تبقى ماكل للذات، واخد بالك، وان انت تحب الطرف الثاني او صديق.